الأبراج الأكثر عبقرية وذكاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الأبراج هي مجرد تسلية فقط، ولكن قبل البدء أعزائي ادعمونا بإعجاب ومشاركة للفيديو والضغط على زر الجرس حتى نستمر بالنشر لكم كل ما هو مفيد. هل تعلم بأن الأبراج تلعب دوراً كبيراً بتحديد ملامح الفرد وطباعه وشخصيته؟ والأبراج أيضاً تحدد نسبة ذكاء كل من الأبراج الاثنى عشر. والآن سنذكر لكم الأبراج الأكثر عبقرية وذكاء، اكتشف إذا كان برجك منهم. برج الثور. يتمتعون مواليد برج الثور بالقدرة على تحقيق التوازن بين عقلهم وجسمهم، كما يتمتعون بالقدرة الخارقة التي تمكنهم من معرفة كيفية كسب كل من حولهم واكتشاف نواياهم. وأيضاً مواليد هذا البرج صبورين ويختارون الأوقات المناسبة لاتخاذ القرارات التي تعود عليهم بالمصلحة والفائدة. برج الجوزاء. مواليد برج الجوزاء أناس أذكياء للغاية وسريعين البديهة، يستطيعون التركيز على أكثر من شخص وأكثر من عمل في آن واحد. يتكلمون بسرعة ولكنهم يفكرون بشكل أسرع، وحتى لو بدا عليهم أحياناً السذاجة يجدهم من حولهم في بعض الأوقات ماكرين، لأنهم يتصرفون بما يخدم مصلحتهم، لكنهم طيبون القلب وبذكائهم يقلبون الأمور لصالحهم دائماً. برج الجدي. يعرفون مواليد برج الجدي أين تكمن مصالحهم، ويعملون بناء على ذلك على تحقيق الإنجازات والطموحات. ذكاؤهم يمكنهم من الصبر وعدم الاستسلام حتى بلوغ القمم. مواليد هذا البرج أناس واقعيين للغاية، ويعلمون أن النجاح لا يمكن الوصول إليه من دون صعوبات ومطبات. برج الحوت. برج الحوت فهو أيضاً من أكثر الأبراج ذكاءً على الإطلاق. يتمتعون مواليد هذا البرج بصبرهم الكبير وبإرادتهم الصلبة تجعلهم يصلون إلى مبتغاهم من دون عناء. مواليد هذا البرج أذكياء في تعاطيهم مع الآخرين وفي إخفاء أفكارهم ومشاريعهم، ويتقنون كيفية التعامل مع من حولهم بحنكة وذكاء. برج العذراء. وأخيراً يعدون مواليد برج العذراء من أكثر الأبراج ذكاءً أيضاً. مواليد هذا البرج أذكياء في التحليل والتدقيق في التفاصيل التي لا ينتبه إليها الآخرون، ولديهم القدرة الكبيرة على تعلم أشياء مختلفة، ويعرفون كيف ينظمون أمورهم، لكنهم اتكاليين في الكثير من الأوقات. أنا برج العذراء، وأنتم أعزائي من وجد برجه من ضمن هذه الأبراج يكتب تعليق. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. مع تحيات أختكم مريانة.